السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اسكا اخبار تي في، وكذلك جي اسكا اخبار التي توافيكم دائما بالحصري والجديد على اخبار شبيبه. قبل حصريا اخر تصريحات يزيد ياريشان الرئيس السابق لشبيبه القبائل، طبعا من طرف الصحفي قاضي نازيم. قال لك يزيد ياريشان الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل، قال لهم صحيح تنازلت عن الأسهم في شبيبة القبائل مجانا يعني بدون أي مقابل مادي. قال لك كنت قد صرحتها سابقا، يعني صرح لها من قبل، وقال لك المساهم الذي لا يساعد الفريق ماديا يعني ما يقدرش يعاون الفريق ماديا عليه أن ينسحب، وهذا ما قمت به. يعني قال لك ما راني انسحبت وتركت الأسهم لشركة أتيام موبيليس، يعني خلاها لشركة موبيليس لأنها قادرة على الاستثمار في الفريق بأموالها. قال لك سأبقى مناصر وفي ومتعصب لشبيبة القبائل التي أحملها في قلبي ودمي، وقال لك الحمد لله يعني تركت مكاني نظيف في شبيبة القبائل وشركة أتيام موبيليس تدرك ما تفعله. جمهور شبيبة القبائل هو رأس مال الفريق وعليهم تشجيع الفريق وليس الأشخاص. يعني قال لكم لازمكم توما كجمهور شبيبة القبائل تشجعوا شبيبة القبائل، يعني تشجعوا الفريق وما تشجعوش الأشخاص. يعني ماشي أنا نتبع ياريشان والآخر يقول لك أنا نتبع ملال، وهذاك يقول لك أنا نتبع عاشور شلول. يعني أنت ماذا بك تتلهى بالفريق؟ وخليونا الآراء تكون في التعليقات وما تنساش اللايك.